ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك ضلالك القديم فلما أن جاء البشير قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال